لانه انا بس محتاج ان انا اتكلم مع جمهور النادي الاهلي في هذه النقطه، لانه كان هناك مره اخرى كان هناك من يحاول ان هو يضع اسفين ما بين الدوله المصريه وجمهور النادي الاهلي. ولكن امبارح الحقيقه يعني انا شفت امبارح يا عبد الرحمن مثلا بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وللاسف الشديد للاسف الشديد انا مش هقدر اقول الاسماء، لكن مش هقدر عشان حاجه، لانه ما يصحش ان انا اقول هذه الاسماء. مش مبادئنا يا كابتن، مش مبادئ النادي الاهلي برضه. بالظبط كده. ولكن في ناس، تخيل ان في ناس كتبت بوستات على الفيسبوك وانا شفتها وغيري شافها، واهلاويه كتيره، وهؤلاء الناس لا ينتمون للنادي الاهلي ولكن ينتموا لانديه اخرى وبيشجعوا انديه اخرى. الناس دي كتبت ان هناك حصل كذا وكذا وكذا وكلام ما يصحش ومش عارف ايه. اول ما الداخليه، وزاره الداخليه اللي انا بشكرها من قلبي والله العظيم، ثلاثه عندنا وزاره داخليه وعندنا وزير داخليه وعندنا ضباط وعندنا عساكر وعندنا ناس بتحاول تحافظ على البلد دي بكل الطرق، بتحاول تخلي البلد دي في اعلى حته. مش بتحاول، هي امبارح اثبتت، وزاره الداخليه اثبتت. هم بيفطروا مع الجمهور امبارح، الفطار كان جماعه الداخليه وجمهور، ما تعرفش مين جمهور الاهلي فيهم. صحيح، اثبتت وزاره الداخليه امبارح ان احنا عندنا وزاره محترمه، عندنا وزاره عايزه افضل حاجه لهذا البلد، سواء من الناحيه السياسيه، من الناحيه الاقتصاديه، من كل النواحي، ايضا من الناحيه الرياضيه. وزارة الداخلية امبارح نزلت بيان، او النهارده الصبح نزلت بيان، قالت ان جمهور النادي الاهلي تعامل مع الموضوع بامر بشكل رائع رائع، وقالت ان جمهور النادي الاهلي او ان الجماهير اللي كانت موجوده في الاستاد تعاملت بشكل رائع مع كل الامور، وان في بعض الفيديوهات او بعض الناس منزله فيديوهات علشان تدق اسفين ما بين، هي ما قالتش كده لكن انا اللي بقول، الفيديوهات دي كلها مفبركه من 2013 وكانت واضحه جدا جدا جدا. فانا الحقيقه مره اخرى بشكر الداخليه، ومره اخرى بشكر جمهور النادي الاهلي.